ديونال خيغيش بخضره موسميه راه وقتها راهي دايره حاله. ان شاء الله تدوزوا معنا وقت ممتع. رفقتي انا ناديه، رفقه ليكيب تكنيك، رجال الخفاء، المخرج، مستقبل المكالمات ومهندس الصوت بيان سور. يعني بلا ما نساو لي بارتنير تاعنا اللي رافقونا طيله هاد الحصه، في لان لو بارتنير الرئيسي والاساسي لو بارتنير تاعنا تكود في انتظار الهدايا لنهار اليوم. فائز او الفائزه محظوظين لحد حيشاركوا معنا اليوم ويربحوا بفوائد جوائز قيمه. البارتنير الثاني تاعنا امير كلين اللي ما يخطيش المطبخ تاعنا، اللي نظافه المطبخ ديالنا. لاقام اللي نحبها انا يا بزاف، لاقام خل ومزهر البستان. سي دي برودوي طبيعيين بيو نحب نخدم بهم في المطبخ ديالي. نرجع للمنيو تاعي اليوم. عندي طعام القمح بالكابويا. كابويا راهو وقتها السعر تاعها راهو مليح، كي نشرو كابويا تكون سورتو لو كانت الحبه تاعنا كبيره نخمو واش نديرو بها ولا نخافو تخسرنا. دونك واش نديرو حنايا، درت لكم بها ثلاث حوايج باش تقدروا تستفادوا منهم وما تخسر لكمش هذا الخضره ديالكم. لهنا عندنا طعام القمح بالكابويا، عندنا معجون الكابويا، وعندنا عصير الكابويا. قلت لكم خيرت لكم هذا المنيو سبيسيال سورتو لا شريتو الحبه تاعكم تكون كبيره، دونك باش ما تخسر لكم الفاكهه ديالكم. نكمل نعطيكم المقادير تاع الطبق الرئيسي. لهنايا عندي اللحم، عندي دو مورسو تاع الكتف. نتوما لهنا تحب تقدروا ديروه بالدجاج بالدجاج كيما تقدروا ديروا جيكو، ولا انا لهنا عندي زوج اطراف من الكتف. عندي لهنايا كابويا مقطعه قطع كبار هذه للتزيين باش نزين بها الصحن ديالي. عندي حبه بصل متوسطه الحجم، عندي اربعه حبات طماطم كبار مرحيين، هاد لاصوص تحب بزاف الطماطم. عندي لهنايا كسكس القمح الكامل، لهنا هاد الخضره صحيه دونك نرفقوها بكسكس صحي، كسكس القمح الكامل. عندي لهنايا تقريبا 800 غرام كابويا مقطعه قطع صغيره، عندي زبده، عندي طماطم مصبره، عندي فلفل حار مرقد، فلفل اسود، عندي عكري حار، عندي راس الحانوت اللي هو رئيسي في هذه الوصفه، عندي عكري حلو، فلفل عكري حلو، عندي ملح، وعندي زيت اللي ما نستغناش عليه في الوصفه ديالي. نبداو على بركة الله. لهنايا راني نحوس على الثوم. نعيمة نسات ما حصلتليش ثوم، معليش نعيمة لا يسمع فيا تجيب لي الثوم ديالي. لهنايا حتسالوا تقولوا كيفاش طعام فيه الثوم. بصح هذه الوصفة، هذه الوصفة أنا كنت كليتها في واتسوف، هذه تاع بسكرة وناس واتسوف ياكلوا بزاف هذا الكسكس. تحياتي الناس واتسوف، تحياتي الناس بسكرة، ماذا بينا اللي يقدروا يتصلوا بينا يزيدوا يعطوني معلومات على هذا الكسكس. كليته عند وحده طبيبة هنايا طيبته لي، الطعم تاعو بزاف بنين. دونك جامي نقولوا ما نديروش الثوم في هذيك الحاجة ولا هذيك الحاجة ما تندرش في هذيك الحاجة، لازم نذوقوا هذيك الحاجة باش نقولوا صحي بنينة ولا تجي ولا ما تجيش. تحياتي الناس بسكرة، تحياتي للمخرج أحمد بخليلي اللي من بسكرة، تحياتي الكامل العائلة ديالو. توم تاعي راهو هنايا، عندي 6 سنينات كبار توم كنت كرفشتهم، قلت لكم نرافقهم للمرق ديالي. هذا المرق انا اللي كليتو عندها عطاتني هذه الوصفه، قالت لي ما فيهش البصل، بصح انا ما نقدرش نشوف اللحم ومرقه تاع طعام سون لونيون بلا البصل، دونك حبيت ندير لها حبه بصل. قلت لكم جامي تقولوا ما نديروش ديك الحاجه ولا مثلا طعام ما فيهش توم ولا، لازم ذوقوا. المطبخ راهو حضارات وانا نحب تنوع تاع هاد الحضارات، وشنو ما نحبش هذاك الاختلاف تاع علاش درتي هذيك الحاجه وعلاش درتي هذيك الحاجه، ولا انايا نروح نسب ناس ولا نسب حضارات ولا نسب بلاد داروا هذيك الحاجه ولا غيروا في هذاك لو مونو. مادام نقدروا نغيروا وما نضروش في هذاك لو مونو نقدروا نسيو الحاجه. وقلت لكم سيو الكسكس تاعكم بالثوم تما رايحين راحوا تعرفوا الاختلاف في الوصفه. لهنا واش ندير، ندير اللحم تاعي تقلى مع الحبه تاع البصل شويه لي زيبيس ونكمل نوريكم الطريقه كيفاش ندير هذا المرق. بسم الله على بركة الله. نديروا لهنا شويه زيت، ندير اللحم وندير البصل والثوم ديالي. لهنايا على بالنا الكابويا خضره، فاكهه نقولها
يتشبه الفاكهة بخصوصا نعيد لها فاكهة. خضرة موسمية راهو وقتها وراهو السعر تاعها مليح، مادا بينا نستفادوا منها، عندها فوائد صحية جدا وراهم يديروا دي غوشيغش عليها، راهم يداووا بها أطفال التوحد. كي نقول يداووا بها ماشي معناتها راهي دواء، بصح أم يتبعوا أن ريجيم أليمونتيغ بهاد الكابويا، شافوا تحسن للأطفال ديالهم كي كلاو هاد الخضرة. هي مفيدة للذاكرة، مفيدة للبروستات، دونك ننصح أنايا الناس كامل يطيبوا بهاد الخضرة سورتو كي راهو وقتها. ننصحكم ثاني ما تشروش أن مورسو، كي تشرو أن مورسو حيجيكم غالي. باغ كونتخ اشرو حبة واستفادوا منها حوايج واحد أخرين، ديروا شوية في الماكلة، شوية تقدروا ديروه معجون، شوية تقدروا ديروه أن جو، كوم نقدروا نديروه معجون كيما نقولوا معجون تباسة. بات دو فخوي تاع الكابويا الطعم تاعها بزاف بنين. نعاود نولي للوصفه ديالي، كنت درت اللحم البصل التوم، خليهم يتقلاو شويه ونبدا نضيف باقي المقادير. لهنايا قلت لكم الكسكس تاعي كنت رافقته مع طعام تاع القمح، المرق تاعي عفوا رافقته مع طعام تاع القمح. هذه نخليها وحدها نزين بها مع الطبق تاعي. الكابويا طيب كيما نقولوا حنا ليه ليه، دونك ما نديرهاش مع اللحم يطيب، كي قريب يطيب اللحم تاعي راني رايحه نضيفها للمرق. لهنا البصل تاعي راهو يتقلى، راح نحط الماء يسخن شويه باش نمرق المرق ديالي. على بالنا كي نطيبو حنا في القدر ولا نطيبو دجاج ولا اللحم، مادا بينا نمرقو بالماء سخون باش المرقة تاعنا طيب لنا ليه ليه. نحط لهنايا كمية معتبرة من الماء، نديرو يسخن لهنايا. لهنايا نشلل الطعام ديالي. لهنا قلت لكم كنت خيرت كسكس القمح الكامل. في الدار الا عندكم تاع الشعير ولا عندكم طعام عادي تقدروا ديروهم، بصح الطعام انا نقول لكم صحي جدا. البصل تاعي راهو يتقلى مع الثوم واللحم، لهنايا نخليه يتقلى لي مليح. بعد ما يتقلى ندير الطماطم تاعي حب، ندير طماطم مصبره، ندير لي زيبيس، نخليهم يتقلاو شويه ونمرق. هذا الطعام كيما راكم تشوفوه ما فيه لا حميصه لا حتى خضره، نقدر نزيد له البطاطا هي تمشي مليح مع الكابويا. بصح انا هذه الوصفه خيرت نديرها لكم كيما كليتها، عجبتني. قلت لكم الناس تاع بسكره ولا واتسف ولا كاع لم يسمعوا فينا يعرفوا هذه الوصفه يعيطوا لي يزيدوا لي اضافات. نقلي البصل تاعي مع اللحم مليح، اللحم نقلبه على زوج جوايع باش يتقلى لي ملي دو كوتي يطلق هذاك الماء تاعو ويطلق لي البنة في المرق ديالي. ناخذ اول اتصال لنهار اليوم. الو 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 وي مساء الخير ناديا. مساء النور. واش راكي صباك مليحه؟ صباح الحمد لله السؤال عليكم. الحمد لله يعني. الحمد لله يعيشك. شكون معايا؟ ماليكا بيكور ماكو. ماكو واش راكي صافا؟ لا بس انت ياكي مليحه. كي مليحه ناديه. صافا الحمد لله يعيشك. الوالده تاعك لاباس؟ صافا يسقسي عليك الخير وانت لاباس؟ الحمد لله يا الحمد لله يعيشك. الحمد لله. كاش ماكي طيبه؟ كاش ما طبخ كاش؟ والله شويه شويه انا نتبعوا فيك يعني في الحصه هذه والله يعطيك الصحه تقدموا في حصه يعني ما شاء الله. يعيشك يسلمك يسلمك. والله نشكر الاطباق اللي كتقدمي فيهم. الله يسلمك. لا شكرا على واجب. تعلمت ولا عرفت بليز تعلموا من عندكم. تعلمت وبدأني تعلم من عندك توجور. أنت مدرسة، أنت ثاني مدرسة معكم. تعيشي الله يسترك. حبيت نقول لكم باللي هذه صديقة لي البارح اتصلت واحد 300 مرة ما حكمتناش، واليوم قالت لي من 11 تاع النهار نحاول الاتصال باش نحكمكم جست باش تهضر معايا. الحمد لله اللي حكمتينا، سعيده بالاتصال تاعك. شفتك والله انا ثاني ناديه. شرف لي شرف لي صديقتي. كاش ماكي حابه كاش وصفه كاش شارك العريان كاش؟ راني في قلبي سكابه تاع سلك لي ناعم عام. ان شاء الله ان شاء الله. باش نفكرك ثاني الكابويا اللي راكي حديريها اليوم يعني طعام تاعك هذاك انا كليته ديجا من قبل عندك. لا كليتيه؟ وي كليته ديجا عندك شي تنديري سو قدمتيه لي في الكابويا. وي قدمتي لي في الصحن قدمتي لي الكابويا. صح سي فغي. صح. ودرتي هذاك لا ديكو ايتو ولا غير ما شاء الله روعه. يعيشك يسلمك. هذه يعطيك الصحه والله يعني ما الماكله تاع كاع بنان
يعني السر تاع البنات تاعك هذه ما يعني ما لقيتهاش في جهات اخرى. تعيشي الله يسلمك، شكرا. والله العظيم يعني مشيت في صديقتي ولا يعني الحمد لله شهاده لله، الانسان يشهد على كل حاجه يعني اللي شافها في حياته. شكرا على الشهاده تاعك، شهاده اعتز بها من صديقتي المفضله. ان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم ان شاء الله العيد ميلاد تسقط. ان شاء الله. درتي الوصفه تاع البارح، تاع البارح اللي درتيها. تاع هذيك تاع لو كاتو دانيفيرسير، وي. كاتو دانيفيرسير ان شاء الله باذن الله نحضرو نديرو خضر انا وبنتي. ان شاء الله ان شاء الله هذاك النهار نكون حضرت كيكه واحده اخرى، باسكو الناس كامله مي دومونديو في الوصفات تاع الكيكات، وانا قلت لهم اجمل نساء العالم اللي زايدين في اوت. الله يسلمك ميرسي نادية، تعيشك. يعيشك، شكرا. معليش نقدم اهداء برك للوالد. بيان سور تفضلي. العيد ميلاد تاعو ان شاء الله نقول له ربي يطول في عمرك علي يحيى حامد. نقول له ربي يطول شرف في عمره ان شاء الله لانيفيرسير تاعو. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. ان شاء الله يحيى ربي. ان شاء الله. ونقدم اهداء لبنتي صايش ورفيدة ولكل عائلة صايش. ولعائلتي عائلتي علي يحيى. هذا ما كانوا لكم انتم كاع ان شاء الله. شكرا يعطيك الصحة. تقنيين الانسان خاصة يكثر خير ويعطيهم الصحة يعني يستقبلوني احسن استقبال. يعيشك يسلمك، لا شكرا على واجب. شكرا على الحصة نادية ويكثر خير. ميرسي يعطيك الصحة، شكرا على الاتصال. نتلاقاو ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ميرسي بقى على خير، سلامة. الله يسلمك. شكرا. سلامة. اتصال محفز من صديقتي، صديقتي المقربة جدا، أنا ما قلتش صديقة، هي أخت يعطيها الصحة. البارح عيطت عيطت عيطت، قالت لي اليوم نبدا نعيط من 11 تاع النهار. أنا نقول لكم الاتصالات راكو كامل تتصلوا، سي بوغ سا ما تحكموناش، إلفو انسيستي، إن شاء الله كامل حنا ماذا بينا كامل يكون عندكم حد تهضروا معانا. نولي للوصفة ديالي، لهنا نخلي البصل والثوم والحم يتقلاو مليح، اللحم قلت لكم أشاك فوا نقلبو نقليه على زوج جوايع باش يطلق لي هذوك لي سوكر ديالو، يطلق لي الماء تاعو اللي حيمد لي بنة للمرق ديالي. لهنايا ما نديرش لي زيبيس وما نديرش اللحم، الملح قلت لكم شحال خضا ما نديروهش في الديبي، بعد ما نمرقو نديروه، لو كان نديروه هنا في الديبي اللحم تاعي راه رايح يتكمش ويطول لي في الطياب، كي نمرق ندير الملح، اللحم تاعي ما حش ياخذ لي وقت 20 ل 25 دقيقة سيرتو إلا كان اللحم شوية صغير. لهنايا ندير الطماطم، لهنا هاد الوصفة تحب طماطم بزاف. هنا عندي 4 حبات طماطم كبار كنت رحيتهم، نرحيهم ولا نسكرفجهم ماشي مشكل، المهم تكونوا حبة 4 حبات كبار، ولا كانوا الحبات صغار ديروا 5 حبيبات صغار. لهنايا واش ندير؟ ندير لي زيبيس، طماطم مصبرة ونخليها تتقلى مليح، لهنا خليها تتقلى حتى تعاود تنشف لي كما نقولوا تتجمر. تتجمر حتمد لي بنة مليحة بعد ما تنشف لي هذا الماء تاع الطماطم باش راني رايحة نمرق المرق ديالي. ندير طماطم مصبره، لهنا الطماطم ندير ملعقه كبيره، المرقه لهنا باش تجيني حمراء شابه. لهنا العكرين خليه هو الاخر. ناخذ ثاني اتصال نهار اليوم. الو 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 الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اش راكي اختي ناديه؟ صافا الحمد لله، تسوال عليكم. الو الو، اني نسمع فيك. اني نسمع، وي. شكون معايا؟ شراكي. صافا الحمد لله، يسقسي عليك الخير وانتيا لاباس؟ كرام داركم. صافا يسقسي عليك الخير وانتيا؟ حياتك. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. يمينة من الصغاليم. مرحبا بك يمينة وبناس من الصغالم. يسلمك. يعيشك. نشكر على الحصة اللي كديري فيها. لا شكرا على واجب حبيبتي. ما شاء الله. تعيشي. يسلمك. وفرحك طيب كاع الشباب. شكرا، يزيني حالك ان شاء الله، يعطيك الصحة. كل شيء شباب. تعيشي، كاش أطباقها كي حبتها كاش ما. يدينا إن شاء الله، الله يديك أمي ما اللي جابتك إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. دعواتكم لأمي ربي يحفظها لي ويخليها لي إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله. إن شاء الله. كاش ما كي حابة كاش طلبات، كاش طبق راكي حاباته. أنا هاكي منورة الشاشة. يعيشك، منورة بيك حبيبتي. يسلمك ميمو. تعيشي. هذاك أنت هادئة جدا
بعثتي لي واحد الطاقه الايجابيه باش نخدم بهدوء. شكرا على الاتصال، يعطيك الصحه. كش ما كيقولك لك كش ما كيحابه طلب ولا كش حاجه قولوا لنا، احنا ماذا بينا انتم تعطونا الطلبات وحنا نربوا لكم الرغبات. شكرا، يعطيك الصحه. هدايه بالخف انتي تفضلي تفضلي. يسلم بان هديها لوليدي راه في فرنسا، ان شاء الله يكون يسمع فيك. هيا ونهديها لخويا تاني في فرنسا الله يشافيه ان شاء الله يا ربي، ونهديها تاني لاختي ولحباباتي كامل. هيا وليكم انتوما انت يا الاخت ناديه. شكرا. تشبهي لبنت اختي بزاف بزاف. وسموها ناديه كيما انتي. ما شاء الله صدفه. قولي هي والله سموها ناديه كيما انتي. نعم قلت لك سموها ناديه كيما انتي. تحياتنا ليها وتشبه لك. تحياتنا ليها. يسلمك يسلمك بنتي. يعيشك. يسلمك سلمي كاع على الطاق نتاع الشروق. يبلغ ان شاء الله. الزهرة. يبلغ. هيا وسلامي ليك. يعطيك الصحة، شكرا على الاتصال. يسلمك. سلامة، شكرا الله يحفظك. سلامة. لهنايا واش درت؟ نعود للوصفه ديالي. مراه هادئه جدا بعثت فيا واحد الطاقه الايجابيه. عندي كسكس القمح هنايا، كنت غسلته برك بشويه تاع الماء قطرته، دوكا واش ندير؟ ندير له ملعقه زيت. لهنايا اللي ما يخافش طعام وما يخافش يتعجن له ويكون طعام مخدوم باليد مليح، ما يقدر ما يديرش هاد الملعقه تاع الزيت. انا عن نفسي ما نحبش هاد الملعقه تاع الزيت، بصح حتى لما نخافوا احنا طعام يتعجننا ولا سختو المبتدئات يخافوه يتعجن لكم، نديروا له هاد الملعقه تاع الزيت. هنا ندير له ملعقه تاع الزيت، كي نمرق نحطو يفورلي فوق طعام. دو بريفيرونس طعام دائما نفورو فوق المارق باش هذيك الريحه تاع اللحم تطلع لي فوق طعام، البنه حتجيني بزاف بنينه. نخلي الطعام تاعي لهنايا، المرق تاعي راهو يطيب، راكو تشوفوا فيه راهو يغلي. قلت لكم لهنا نحاول نقلي مليح كي ندير لا طوماط، كي تقلى لي لا طوماط مع اللحم حتمد لي طعم بزاف بنين. لهنايا درت راس الحانوت، درت كميه معتبره ملعقه ونص كبار، درت شويه فلفل الكحل ودرت فلفل عكري حار. لهنايا مازال ما درتش الملح ومازال ما درتش العكري حلو. الملح على ما درتوش قلت لكم باش اللحم تاعي ما يعصاليش، والعكري باش يجيني المارق شباب ما يجينيش كحل. ودرت ملعقه طماطم مصبره، هاد لاصوص تجي حمراء شابه. ناس واد سوف ناس بسكره لا كنت تسمعوا فينا عيطوا لنا اعطوني معلومات على هذا الكسكس. ناخذ اتصال اخر. الو. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بك حبيبتي. وصاكم راكم لاباس؟ صافا الحمد لله. لاباس؟ لاباس، مسا عليك الخير وانتيا؟ راني فرحانة اني مش انا بلا نهضر معاك مع الباك. انا لاني فرحانة كي هضرت معاك. والله العظيم، راكي مليحة نادية. صافا الحمد لله، السلام عليكم. بسكرا. مرحبا بك ليلى وبنات بسكرا. من الصباح وانا نحوس على ناس بسكرا يعيطوا لي. عايشك عايشك الطاقم هنا معايا. قالوا لك بلي انا نحوس على وحده بسكرا. انا احمد بخليلي ويلي مخرج. لا لا، مستقبل اتصالات ياسين مساوي. والمخرج تاعنا بخليلي من بسكرا. نعم. تفضلي. يزيد فضلك. لا نشكركم على شي لكم ديروا فيه يعني. لا شكرا على واجب. لا وكيما الحمل مفور ربي يبارك. يعيشك. ما شاء الله. درتيه بصحتكم بصحتكم. يسلمك يعيشك. قولي لي كاش ما عندك معلومات على هذا الطعام؟ يا اختي ديروا فيه كيما راكم ديروا فيه، هذاك هو صح؟ انا كليته عند وحده. ايه احنا في لاصوص عباد حتى يشرب المرقه تاعو بيان. اها. في اللحم. داكوغ. يشرب المرقه تاعو باش ما يخش فيه الطعام. اها. باش تمرقوا سي صح؟ كيما راكي ديري. داكوغ. حنايا لهنايا نديرو طعام بالكابويا، نزيدو له قرعه، نزيدو له بطاطا، نديرو له كاع الخضر. بصح انا قلت لك هذا كليتو بالكابويا بزاف بنين. ويترافق مع الحار مرقد. نديرو فيها انواع، نديرو تاع البطاطا كيما راكي تقولي. فوالا. نعم. ونديرو قلت لك تاع الكابويا هذا. بزاف بنين الطعم تاعو. نيكا بصح. انا هذا اللي كليتو قلت لك بلا حمص، جاتني شويه غريبه بصح قلت معليش نشارك معاهم الوصفه وانتم تعطونا الاراء تاعكم. بصح كنت نديرو فيه الحمص. داكوغ. الكابويا نزيد فيه الحمص.
الوالده ديرو كيما هكذا. الله يبارك، ربي يحفظها ان شاء الله. تحياتي للوالده تاعك. اي الله. كاش ما عندك طلبات؟ كاش واتفه راكي حابتها؟ كل مره راني فرحانه ومازلت حابه نهضر معاكم، بصح ناقص حظوظ البقيه. يعطيك الصحه، شكرا. شنو نقول لك شهيه هذا كثرونا تفضلي العصائر. العصائر داكوغ، اليوم درت عصير تاع الكابويا وقت الصيف وقت على بالي. نسحقوا العصائر بزاف وي. نعم خلاص ان شاء الله ما يكون لا خاطركم. ان شاء الله ممكن اهداء شهيه. تفضلي بيان سور. يا اختي شنو نقول لك؟ راني فرحانه بزاف ونعطيها لكم اولا فهمتي. شكرا. ولوليدي خالد فهمتي عباد دام يسب فيا يقول لي ماما تموتي وما تسبيهمش. هاكي حكمتينا. ما موتش وني بطلت. وين حكمتهم؟ دائما يقولها لي الكلمة هذه ونهديها لخالتي أختي مزوجة في عين تموسين وأختي فهمت بسكرا خالتي الزوج فهمت بسكرا ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله والمداد للحصة تاعكم إن شاء الله. يعطيك الصحة، شكرا على الاتصال. ما عرفتش نهضر سلمى وكنت نزلت حابة نهضر يعني. لا لا أنت رائعة إن شاء الله. يعيشك شكرا يعيشك. يعطيك الصحة على الاتصال. هاي صح. السلام عليكم. سلامة شكرا. إذا نرجعوا للوصفات ديالنا، الطعام تاعي راهو يتقلى، نروح ندير العصير باش نجوز ندير المعجون اللي حيشد لي شوية الوقت، لهنا العصير واش فيه؟ عندي رطل كابويا، أربعة حبات جزر، عندي كاس عصير برتقال، اللي ما عندهمش عصير في الكونجيلاتور تاع برتقال خباوه من قبل ولا يشرو عصير تاع العلب، لهنايا عندي زوج علب ياوخت عطر فانيلا. وعندي 4 ملاعق سكر. نعاود الوصفه، ريت لاما، رطل كابويا، 4 ملاعق سكر، 4 حبات جزر، كاس عصير برتقال، وعندي لهنا زوج علب ياوخت كنت خيرت ذوق فانيلا. لهنايا واش ندير؟ نجوز نحضر العصير. العصير واش ندير؟ ندير نص ريت لاما، هذيك الريت اللي عندي ندير نص منها. وندير هاد الكابويا نقطعها، كما نعرفوا الكابويا ما فيهاش الروح، طيب ليه ليه كما نقولوا، نقطعها قطع صغيرة، ونقطع معاها الجزر، ونديرهم يطيبوا مع هذاك السكر، ومن بعد نكمل باقي المقادير. لهنايا كما نعرفوا زروديا تجي شوية حلوة، الكابويا شوية حلوة، كابويا كاين يعيطولها الكابو، كاين يقولها اليقطين. حنا نعيطو لها كابويا لهنايا باش كامل تعرفوا واش راني ندير. مام حاسة الكابويا يجي بزاف بنين. هاد الكابويا نديرو بها خبز، نقدرو نديرو بها مرقة، نديرو بها شطيطحة، نديرو بها طاجين عويشة، نديرو بها كابويا مشرملة، عندها بزاف أطباق نديروهم بها. برك حنايا نشروها ما نعرفوش واش نديرو بها، يا نديرو بها مارق يا هكا، مي حنا نقدرو نستعملوها في مجالات عدة، منهم المعجون قلت لكم بات دو فخوي، عجينة الفواكه بالكابويا، نقدر نديرها تاني عصير. نقطع الجزر تاعي نقطعه شوية رقيق باسكو هي ما تشدش الوقت في الطياب كيما الجزر. ناخذ اتصال اخر. الو الو مساء الخير نادية. مساء النور. الو 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 مساء النور. مساء الخير نادية واش راكي؟ صافا الحمد لله. سوال عليك. مليحة لاباس الحمد لله يا ربي. معك منال من بليده. مرحبا بك منال وبنات بليده. الله يسلمك، عبك نحبك بزاف وتعجبيني. تحبيني انا نموت عليك. يعطيك الصحة. يعيشك. الله يبارك. شكرا حبيبتي. يعطيك الصحة على واش راكي تقدمي. يسلمك. لا شكرا على واجب حبيبتي. وصفاتك كامل يعجبونا، سختو تاع الكيكة اللي درتيها تاع عيد الميلاد. تاع عيد الميلاد كامل حبيتوها على بالي. ايه وماركينا الوصفة ان شاء الله قريب نسيوها. ان شاء الله ان شاء الله. كي تسيوها عاودوا عيطوا لي وقولوا لي كي تنجح لكم. ان شاء الله. ثاني سينا لاموس تاع القارط، عندك شحال ملي درتيها؟ درتها وي. شفايلها؟ شفايلها وي. صحتكم؟ درناها خرجت هايله. صحتكم؟ الله يسلمك، يعطيك الصحة، يعطيك بارك كش الله. كش ماكي حابة، كش وصفة، كش طلبات، كش اقتراحات. كش راكم تقدموا كلش يعني يعطيكم الصحة. يعيشك، لا شكرا على واجب. أنا نقدم تحياتي ليك ولكامل طاقم الشروق والماما وخياتي لهم يتفرجوا فيا. تحياتنا ليهم. يعطيك الصحة، يبقى على يعيشك، سلامة، شكرا على الاتصال، سلامة. ميرسي. صحة.
انا سعيده بالاتصالات تاعكم، سختوك تقولوا لي سينا هذيك الحاجه ونجحت لكم. حاولوا دائما تتصلوا بينا تقولوا لي لنجحوا لكم الوصفات وتعطونا اقتراحاتكم للبرنامج. لهنايا واش درت؟ مرقت الكسكس تاعي، نخلي المرق يغلي ونجوز نحط الطعام يتفور من الفوق. لهنايا لا عندكم طعام تاع البلوط، انا ما لقيتوش. لا عندكم طعام تاع البلوط ديروه به، حيبدلو طعم بزاف منين. انا نحب طعام تاع البلوط، نحبها طعم تاع القمح تاع الشعير، هاد لي كسكس كامل نحبهم لانهم صحيين، حنا ما تعودناش ناكلوهم في المطبخ ديالنا اباري الا جابوهم لنا ناس ولا. دونك دو بريفيرونس نحاولوا ناكلوا ماكله صحيه. على بالي من داك ناكلوا الفاست فود، من داك نخلطوا شويه في المواكل، بصح مرجوعنا للاكل الصحي. لهنا واش ندير؟ نخلي المرق يغلي باش نحط الطعام فوقه ايفور. نكمل نولي للعصير ديالي. العصير واش درت فيه؟ قلت لكم رطل كابويا، 4 حبات جزر، ريت الماء، لتر ماء، عندي 4 ملاعق سكر. الا حبيتوا تنقصوا الكميه تاع السكر تقدروا تنقصوا على حساب الذوق ديالكم. اللي عندهم اللي مرض بالسكر يحاولوا ينقصوا السكر باش يقدروا يشربوا هذا العصير ولا يستغناو كاع عليه، باسكو هذا الخضر راهي في ذاتها حلوه. هذا العصير صحي جدا ننصحكم به. الجزر على بالكم مقوي للبصر، والكابويا قلت لكم راهي عندها فوائد عظيمه، نحاولوا ندرجوها في الاطباق ديالنا. لهنا واش ندير؟ ندير السكر ونخلي هذا العصير تاعي يطيب. واش حيطول لي في الطياب؟ بعد ما يكمل لي يطيب واش ندير؟ نضيف له الكميه الماء اللي قعد لي، ونضيف له العصير، ونضيف له الياوغت اللي كنت قلت لك خيرتهم، قلت لكم خيرتهم ذوق فانيلا، ونميكسيهم ونخليه يبرد ونكونسوميه. الا جاني هذا العصير ثقيل نقدر نضيف الماء. الماء اللي هنا انتم اللي تتحكموا فيه، لا تحبوا العصير ثقيل ولا تحبوه خفيف. لهنايا ندير العكري اللي كنت ما درتوش مقبل، قلت لكم باش ما توليليش المرقه تاعي كحله وما تجينيش مره. لهنا ندير ملعقه كبيره تاع العكري ونضيف الملح. الملح لهنايا نضيفه في الماء، وكان ضفتوه من الاول اللحم تاعي حيطول لي في الطياب. ندير كميه تاع الملح على حساب المرق ديالي. نتوما لا الكميه تاعكم كبيره افراد العائله بيان سوغ يكون رايحين ضعفوا الملح. الملح جامي نقدروا نعطوا لكم الكيل ديالو. كاين اللي يتسائلوا يقولوا لي شحال ندير الملح، نقول لهم مع الوقت حتولوا، المهم ما تكتروش، صح مع الوقت حتولوا تعرفوا كيفاش ديروا الملح. ديروا حاجه قليله كما يقولوا المسوس يداوى. إذا جاكم مسوس من الأحسن أنه يجيكم مسوس تقدروا تضيفوا له، وهي من الأحسن نعودوا نفسنا ناكلوا الحاجة شوية مسوسة على جال الصحة ديالنا، نقصوا الملح، نقصوا السكر، نقصوا 4 مواد بيوضة، السكر، الملح، الحليب، والفارينة، هادو غير صحيين، ماذا بينا نقصوا منهم في الأطباق ديالنا. لهنايا العصير تاعي خليته يطيب، نجوز ندير المعجون تاع الكابويا. واش ندير هنايا؟ عندي نعطيكم المقادير. عندي لهنايا كيلو ورطل كابويا، كيلو ورطل، ما حاش تجيكم كميه كبيره لانه هاد الكابويا كيطيب على بالكم صغار وتولي ما فيها والو. كيلو كابويا عندي لهنا 500 غرام سكر حجره، 500 غرام سكر حجره، كيلو ونص كابويا، وعندي كاس ماشي معمر سكر. ناخذ اتصال ونولي للوصفه ديالي. الو الو، مساء الخير ناديه. مساء النور، واش راكي؟ صافا الحمد لله، سؤال عليك. الحمد لله كي منوره الشاشه. منوره بك حبيبتي، بارك شحال وانا نعيط اليوم ونحكم. شكرا، يبارك في سلامتك. اليوم يسلمك، تعجبيني بالبزاف. يعيشك، شكرا. ونحب الاطباق ديالك كاملين تلبسيهم. يسلمك. كاش ما عندك طلب ولا اقتراح راكي حباتو؟ ولا غير البيضات لاباتاشو درتيها نجحت لك؟ اي نجحت لي، جاتني شابه الحمد لله. اي جاتني شابه الحمد لله. الحمد لله، حاول انا نحوس عليها حتى طحت فيك انت. هاكي لقيتيها الحمد لله يا ربي. حاول الله يعطيك الصحه. يسلمك، لا شكرا على واجب. حبيت لاباتا تاع لي غافيولي. لي غافيولي ان شاء الله، عندي وصفه تاع لي لازان اي غافيولي، ديروهم هنايا في الدار. حبيتي العجينه تاع لي غافيولي؟ تاسي بها لي لازان. اه فوالا،
اه نقدروا نديروا بها لي غازان، نقدروا نديروا بها لي لاب لي غافيولي. لي غافيولي هذه اللي راني حبتها. ان شاء الله نحاول ندير لكم هذه الوصفه في الايام المقبله ان شاء الله. ان شاء الله عندك اقتراح اخر؟ درك ان شاء الله. شكرا. وسمي على زهره يبلغ سؤالك ان شاء الله. نقدر الاداء؟ تفضلي بيان سور. نادي هذه البنت اختي تركي، بنت وليد اختي تركي كرام مشراقه، لانيفيرسير ديالها كل جايز انيفيرسير اكرام، كل عام وانت بخير. وخوها فريد نقولوا جايز انيفيرسير فريد، كل عام هو بخير. ووليد اختي بنت اختي وليدها بخارتي ايوب جايز انيفيرسير من دراريه، نقولوا جايز انيفيرسير ايوب كل عام وانت بخير. في حياتك حياة باباك سليمان ويماك نسيبة وخطيك معمل إن شاء الله يكونوا كامل سمعوا. ونقول لفامي بفخارتي ونادي على فامي لولي متشرام رايس حميدو فاميلتي إن شاء الله يكونوا كامل سمعوا الاتصال ديالك وليكم إن شاء الله. شكرا يعطيك الصحة على الاتصال. يبقى على خير بيسلمك بسلامة. شكرا حبيبتي تعيشي يعطيك الصحة. سلامة. نولي للعصير للمعجون ديالي. العصير راهو يطيب، طعم راني درتو ايفور باش نسرع الوقت تاع التفوار، ندير له هكا ثقب هنا في الوسط باش يفور لي ليه ليه. راكو تشوفوا هذا وين حطيتو الفوار راهو بدا يطلع لي. واش ندير بعد ما يفور الطعام؟ نضيف الكابويا ديالي، هذيك الكابويا خليتها كبيره باش نزين بها من الفوق. ومن بعد تشوفوا الطريقه كيفاش حندير لهاد الكابويا، علاش قطعتها قطع صغيرة. عندي لهنا زوج حبيبات حار نديرهم للمرق، وعندي حار مرقد. المعجون ديالي واش فيه؟ قلت لهم كيلو ورطل كابويا، حبة ليمون، عندي رطل سكر حجرة، وعندي كاس ماشي معمر تاع سكر عادي. لهنا واش ندير؟ ندير السكر وندير السكر هذايا. لهنا سكر حجرة مليح نديرو به المعاجن ديالنا. نشمخ هذا لو سكر تاعي بكاس ما، هنا نقدر ندير كاس نقدر ندير تنين، انا المهم السكر ديالي يتشمخ. نضيف شويه ماء وندير هذا لو سيغو يطيب مع اون ترونش تاع ليمون. واش ندير؟ ندير لو سيغو تاعي يطيب، نروح كنت غسلته برك ودرت له ملعقه تاع الزيت، نخليه يفر غير بالعقل. نروح ننظف شويه هذوك قطع تاع الكابويا اللي حنديرهم للمعجون. لو طون يوجد لي لو سيغو ولو طون يطيب لي شويه العصير باش نكمل نخدم العصير ديالي.
لهنايا عندي كيلو ونص كما قلت لكم مقبل، واش ندير؟ نحي لهم هذوك اللي يجوا لهنايا كما وين تجينا الزريعه ديالهم. الزريعه ما ترموهاش، حاولوا تغرسوها ولا تنشفوها، كي تنشفوها حد تستعملوها فوق الخبز ديالكم مليحه، زينوا بها الخبز ديالكم. لهنايا نقي قطع الكابويا، قلت لكم الكابويا راهي صحيه جدا، حاولوا تدرجوها في الاطباق ديالكم مادام راهو الموسم ديالها. ناخذ اتصال. الو سلام. سلام، واش راكي اختي ناديه؟ صافا الحمد لله، سوال عليك. راكي لا دو غاتلي لا دوش ناديه؟ الله يسلمك يعيشك. واش راكي؟ صافا يصبح عليك الخير، وانت لاباس؟ ولاتي الحمد لله، وانت صافا؟ الحمد لله يا ربي. كنسمعوا صوتكم ونشوفوا لي زابيل تاعكم دنيا وما فيها. الحمد لله يعيشك. تفضلي، شنو عندك اقتراح؟ حبيت نديمونديك سي بوسيبل. بيان سور. الحب من يدك لو فوندون سي بوسيبل. فوندون شوكولا. لو فوندون اللي ديري ان كلاصاج به، لي كلاصاج دي غاتو اسمهم دي سابلي ولا الفوندون اللي نكلاصيو به؟ لي كلاصيو به. داكوغ ان شاء الله. ولا عجينة السكر ان شاء الله نحاول ندرجها في الاطباق ديالي، لانه كنت طلبتوها بزاف عجينة السكر. وانا انايا شوفي مالغري يعني نطيب، نحب لو ديكور، جادور لو ديكور. ديكور يزيد النص في المطبخ ديالنا. تاعك الي اكسترا. يعيشك شكرا. والله الي اكسترا، تعرفي كيفاش تباري لي كولور، تعرفي كيفاش تحفي لا شوز. اي الواحد مادام يتعب في المطبخ يزيد يكمل خيره ويزين الحاله، باش كيما نقولوا حنا العين تاكل قبل الفم. كيما يقولوا العين تاكل قبل الفم. فوالا سي صا. هذاك تشبعي بلا ما تاكلي. فوالا. قولي لي كاش ما عندك اقتراح اخر؟ هاتي كيما يقولوا على اوتور. الله يعيشك، يعلي شانك ان شاء الله. والله العظيم على اوتور. يعيشك يعيشك شكرا. وانت بتحمتي بصالون بي. صالون بي ثاني. انا نقول صوتك نعرفك. تاع لا غدوت انت ولا؟ قلت ديك الخطره هذيك لا كوكا. لا كوكا تاع صالون بي وي. انا جوستومون كي قلتي لا كوكا قد سير هذه بصالون بي. وي باسكو ديك لا كوكا ما يعرفوهاش بزاف، يعرفوها غير الناس تاع المدنيه. تحياتي لصالون بي العزيزه. ايه انت يا فلا غدوت لي ما فتعيطي ولا لا؟ لا 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 عيطي جا من قبل ما تحجي جامي عيط. تما هدرت معك لا بروميير فوا. داكوغ. مع نعيمه، شاف نعيمه، شاف ليلى. داكوغ. لا بروميير فوا. مرحبا بك، سعيده ب الله يسلمك المكالمه ديالك. يعيشك توب كاع. اه ميرسي. كي جيت بتحومتك ولا صح؟ آه والله العظيم مني كنت شفتك في صباح الشروق. داكوغ. انت شفتك هكا تدوسي، كنت الله يبارك ما شاء الله. يعطيك الصحة، يبارك في سلامتك، شكرا. يشد لك ان شاء الله المبيمة. ان شاء الله يا ربي، ربي يحفظها يطول في عمرها، يحفظنا امهاتنا امهات المسلمين. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. هكذا بون كوراج مالا. يعطيك الصحة حبيبتي على الاتصال. مزيان. شكرا ان شاء الله. امين يا رب، تعيشي يعطيك الصحه. سلامه. لهنايا نكمل ننظف القطع تاع الكابويا تاعي. لهنايا القطع الوسطانيين حيكونوا شابين ما فيهم والو، خيروا قطع تكون شابه اللي ديروها للمعجون. القطع اللي تكون فيها شويه بيوضيه ولا انا خيرت نطيبها في المرق. لهنا الكابويا تاعي الحبه كانت كبيره، راكم تشوفوا راح نستعمل بها شحال من حاجه باش ما نخليهاش تخسر، على بالنا لو كان نخلوها في الفريجيدار ما حاش طولنا. ولا حبيتوا ديروها في الفريجيدار قطعوها قطع هكا كبيره، خلوا لها القشر تاعها، حكموا سيلوفان ونقوها وحطوها في الفريجيدار، تستعملوها لي سوب ولا تستعملوها للمرق تاع طعام كيما تحبوا نتوما في الدار. المهم انا ننصحكم ما تشروش لي مغسو، باسكو المغسو حيسقام لكم غالي. كي تشروا الحبه كبيره ما حاش تسقام لكم كامل غاليه. نكمل ننظف هذا القطع. كسكس تاعي راهو فار، المعجون السيغو تاعو راهو يطيب، والعصير راهو قريب يوجد. كما قلت لكم الزروديه قطعتها رقيقه باش طيب لي ليه ليه، والكابويا على بالنا ما فيهاش الروح، غير نديروها طيب طيح لنا في الطياب. لهنايا كنت حبيت ندير لكم كما نقولوا معجون تباسه تاع الكابويا، بصح ما لقيتش لابيكتين الملائمه لهذه الوصفه. ان شاء الله نلقاها المره الاخرى متواجده في السوق، نشريها وندير لكم.
المعجون تاع التباسة تاع الكابويا راهو بزاف الشباب واللون تاعو ما شاء الله عليه. قلت شوفوا اللون تاع الكابويا ديجا هو اصله يشهي، خليك يا كي نزيدو نطيبوه دي مورسو حيجي بزاف شباب وبنين. نحاول قلت لكم الا لقيت لابيتين متواجده المره الجايه في السوق نطيبها لكم باش تزيدوا تستفادوا اكثر من هاد الخضار. لهنايا قلت لكم دمجوها في الاطباق ديالكم على بالنا مرضى التوحد راهم كتار، عندنا كامل في العائله تاعنا ولا الاصدقاء تاعنا ولا المقربين لينا كامل عندهم مريض بالتوحد، ربي يحفظهم ان شاء الله، نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب. قلت لكم اقراوا عليها مليح، راهم يدمجوها بزاف في الماكولات ديالهم، راهم دايرين ريجيم اليمونتير لاطفال التوحد بالكابويا. صابوا باللي كي طفل يكونسومي هذا الكابويا نسبه الذكاء تاعو تزيد تطلع، دونك حاولوا تقراوا عليها وتدمجوها في الاطباق ديالكم، عندها فوائد عظيمه. ما تستغناوش على هذا الفاكهه، لهنا نخلي له سيغو تاعي يطيب يغلي شويه باش ندير الفاكهه. لهنا واش ندير؟ نجيب نشمق لو كوسكوس ديالي. كوسكوس راهو فار كيما شفتو، كنت درت له ثقب في الوسط باش يفور لي لهله. لهنا نسحق الماء ونسحق الملح، لهنايا السكر لو سيغو اللي طيب فيه تاع المعجون حاولوا المغرفه اللي تخلطوا بها المرق ما ديروش بها المعجون، حتجيكم الريحه تاع الماكله في المعجون ديالكم. انا هذه نستعملها غير للحلويات، دونك نقدر نخلط بها المعجون ديالي ولا لو سيغو، حاجه كي تكون ان ديسير ولا جامي تخدموا بهذا الكبيار اون بوا اللي كنتو مرقتوا بهم حتجيكم الريحه تاع التقليه فيهم. نحافظ على هذه نخبيها غير للمعجون. نجيب الطعام ديالي هاكو تشوفوا فيه راهو فار، لهنايا نشمخو بالماء والملح، ما نشمخوش بزاف ونشوف اسكو يشرب لي ولا لا. لا نتوما في الدار على بالي كامل تعرفوا تفوروا، مام اللي ما يعرفوش يتبعوا طريقه هذه سهله وطعم جامي نروح له بكميه كبيره تاع الماء، ندير دائما كميه قليله ولا خصلو اني نزيد له. لو سيغو تاعي راهو يغلي، نجيب لهنا شويه ماء باش نمرق نشمخ طعام ديالي، نسحق لهنا الملح. الريحه تاع طعام تاع القمح راهي ذكيه جدا، طبيعيه صحيه، حاولوا تحافظوا على الصحه ديالكم وتستعملوا هذه المواد في المطبخ ديالكم. راني نحوس على الملح، خبالي الملح. لهنايا ندير كميه قليله ديال الطعام لانه ديال الملح لانه ما عنديش بزاف طعام لهنايا. واش ندير؟ نبدا نرش بكميات قليله، قلت لكم ونشوف الى مازال يزيد يسحق الماء. لهنايا طعام تاع القمح ولا تاع الشعير ولا حيسحقوا شويه الماء اكثر من الطعام العادي. طعام ولا شي عيطوا له جو سي با في مناطق اخرى البربوشه، كل واحد شي عيط له، حنا لهنا في الجزائر العاصمه نعيطوا له الطعام، وكل واحد كيفاش عيطوا الكسكسي ولا الطعام ولا البربوشه. ناخذ اتصال. الو 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 الو، من فضلك نقصي للتلفاز وسمعيني من الهاتف. الو الو، مساء الخير ناديه. مساء النور. الو مساء الخير. مساء الانوار ناديه، واش راكي اختي لاباس؟ صافي الحمد لله. السؤال عليك انت يا؟ الحمد لله. الحمد لله يا ربي. الله يبارك، راكي منوره بالاصفر. يعيشك، منوره بيك حبيبتي. الحمد لله. شكرا. شكرا على الوصفه تاع الكسكسي. بالعمزيه. والوصفات تاعك رانا نتبعوهم دائما. أم عاجبينكم الأطباق اللي أنا نقدموهم؟ ما شاء الله. كاش ماكي حابة اقتراح كاش وصفة؟ قولي لي نادية تفضلي. الكابويا نقدروا نكونجليوها؟ نو
نو تتكونجلا اكيد تكونجلا حتتبان لك تخرجيها تلقايها غير ما داكو وي باغ كونتخ تقدري عبك واش ديري لها تفوريها بصح لا فورتيها فوريها قطع كبيره فوريها وديريها في دي ساك دو كونجيلاسيون وحطيها تجمد لك مره اخرى تقدري تضيفيها لا ديغنيغ مينوت للمرق ديالك ولا تقدري طيبيها معجون وتخبيها في الكونجيلاتور باسكو لو كان تخبيها هكا تقدري تخبيها بصح ماشي مده اطول مثلا سمانه ولا تجبديها حتلقايها شغل شربت لك بزاف الماء كي ديريها طيب تنطلق لك كامل يعطيك الصحة يسلمك صحح إيمانك كش ما عندك طلب آخر كش وصفة لا لا راكي كيما تقول زهرة مكفية موفية يعيشك وسلامي لزهرة ولكل لي شاف اللي كانوا قبلك نوجه لهم تحية من هذا المنبر وسلامي لأمك يعيشك وربي يعاونك شكرا حبيبتي تعيش يعطيك الصحة الاتصال تفضلي إهداء صغير بيان سور تفضلي لانيفرسير تاع وليد اختي البارح وولدي ماهوش وليد اختي ادم ربي يحفظه ان شاء الله يطول عمره عقب ال 100 سنة ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ونهني بنتي دات البوام تحصلت على البوام صحة ولهنا يعيشك يعيشك وسلامي ليك والكل طاقم الشروق تعيش يا ربي يحفظك شكرا نادي يا ربي يعاونك يعطيك الصحة شكرا على الاتصال فيكي بركة صحة شكرا لهنايا الكسكس تاع شكرا الكسكس تاعي لهنا شمختو ما شربليش بزاف الماء لانه عندي كميه قليله درت له الملح وخليته يشرب بعد ما يشرب هذا الماء كامل نعاود نردو يفور لي في المرق واش ندير بعد ما يفور الا كان شرب لي الماء مليح ندهنو ديريكتومون بالزبده الا ما كان ما شربليش الماء وخفت ما شربتوش في الخطره الاولى نزيد نرشو رشات خفيفه تاع الماء ونخليه يعاود يشرب ونفورو تفويره ثالثه هذا اذا ما شربلكمش مليح الماء ودقتوا الحبه تاعكم ولقيتوها مازالها يرثى بصح لي موالفين بالطعام ايتو زوج تفويرات تشمخوها مره راهي رايحه تكفيكم لهنا نشوف الكسكس تاعي الى شرب الماء راهو شرب الماء نعاود نديرو في الكسكاس يفورلي لا لهنايا كي تكون عندكم كميه كبيره تاع الكسكس ما تفوروهاش على مره باش ما يتعجن لكم شو يفور لكم فاسيلمون هذه طريقة تاع زمان تاع الكسكس كاين واحد الطريقة إن شاء الله في الحلقات المقبلة نوري لكم طعام مشرب كي نكونوا مزروبين ولا روحنا على بالي نحبوا طعام فور ونشمخوه ونسناوه هيتو بصح الطريقة تاع طعام مشرب تاع المحل تاع عفوا المطاعم ولا تاع زمان كي كانوا ما عندهمش الوقت ولا يجيهم ضيف على غيلة ولا يشربوا طعام ويديروه يفور لهم ميم با 10 دقائق ولا وهما تحصلوا على كسكس نرجع الكسكس تاعي هنايا يفور مع المرق بعد ما يفور الكسكس نرمي هذ حبات الكابويا الكبار نرميهم دوكا يطيبوا لي نخليهم يطيبوا شويه ما لازمش يتحرحروا لي ونعاود نحيهم باش نزين بهم انا خيرتهم يقعدوا هكا كبار باش نزين بهم في الدار الا ما حبيتوش تخلوهم هكا كبار قطعوهم قطع صغيره كيما هادوما واش ندير نحي لهم هذا ونرجعهم للمرق يطيبوا ما نخليهمش يطيبوا بزاف باش يقعدوا لي شابين للتزيين لهنايا الخضره اللي تحبوا تزينوا بها اللي ديروها في المرقه باينه مثلا كيما هادوما نقدر غير نفورهم بعد ما نحي طعام نفورهم ندير لهم شويه ملح برك ونفورهم باش يقعدوا لي محافظين على اللون تاعهم وعلى الشكل باش كي نزين بهم يجي من الفوق يجوا شابين هذه طريقه تاع لي زوتيل الخضره اللي من الفوق ما يطيبوهاش يفوروها ولا يغليوها حنا لهنايا حنديرها في المرقه باش تعطيني البنه تاع اللحم وهي تمد البنه ديالها للحم ديالي نرد هذا الطعام يفور هنايا ندير له ثقب اللي قلت لكم عليه مقبل باش يفور لي فاسيلما ومن بعد ندهنو بالزبده لهنا لو سيرو راهو واجد تاع المعجون ناخذ قطع الكابويا ونديرهم فيه لهنايا الكابويا ماشي لازم تتغطى بالسيغو باسكو هي ما فيهاش الروح تمتم راهي رايحه طيح لنا الكميه هذيك اللي عطيتها لكم راهي رايحه تكفي لهاد الكيلو ونص كابويا
هنا الكابويه ما تغطاتش كامل بالاخر وتكون ما كاش حرج دوك لو سيغو يطلع عليها وهي تطيح في الحجم تاعها تولي سوا سوا مع لو سيغو ديالكم. نخليها تغلي، هي اشاك فاي تغلي انا نحي لها هذوك الرغوات. قلت لكم من لو سي المعجون كل ما يطيب احنا هذوك الرغوات اللي تكونوا لنا من الفوق نحوهم باش المعجون تاعنا يقعد لنا مده اطول. لو جو تاعي تاع الكابويا راهو واجد، نجيبو نضيف له المقادير الاخرى ونرحيه. لو طون يعفر لي الطعام والمعجون تاعي راهو يطيب. النظافه تاع لو بلون دو ترافاي واجبه في المطبخ ديالنا. ناخذ اتصال. الو 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 هاني نسمع فيك. الو مرحبا بك، كيف راكي؟ بيك يعيشك حبيبتي، كيف راكي؟ كي مليحه؟ اه الحمد لله. السؤال عليكم. والله يسلمك، كل عام وانت فرحانه بزاف كي راني نهضر معاك. يعيشك، انا اللي يعني سعيده بالمكالمه الهاتفيه ديالك. الله يسلمك، تعيشك، يعطيك الصحه واش راكي تقدمي لنا. ولا رانا فرحانين بزاف بك. تعيشي، ربي يفرحكم ان شاء الله. يعيشك، شكون معايا؟ معناتها كي تعرفي احنا صغار شويه نحبوا الطيب. لا نحبوا المطبخ. وحنا نحبوا المطبخ. بيان سور، ولا احنا نحبوا توجور ندخلوا الكوزينة، سورتو بيك انتيا. يعيشك، شكرا. الله يسلمك، تعيشي. تعيشي. حبيت نقول لك برك ديري لنا لي فوندون شوكولا. فوندون شوكولا، ان شاء الله. ان شاء الله، يعطيك الصحة وسلمي لنا على اسمها. شاف ناوال وشاف ناعم. يبلغ سؤالك، يبلغ سؤالك، تعيشي. ان شاء الله نكون برك من رابحين نهار اليوم. ان شاء الله، ان شاء الله. ان شاء الله. لا ما ربحتيش اليوم، حاولي الاتصال مره اخرى، ان شاء الله نتمنى لك تنجحي. ان شاء الله، ان شاء الله. ان شاء الله، يعيشك. يعطيك الصحة ومع السلامة وتهلا خير. شكرا، انت يعطيك الصحة على الاتصال. بلمزية، بسلامة. شكرا، سلامة. الله يعاونك. تعيشي، على خير. صحة. سلامة. لهنايا العصير تاعي راهو واجد. شوفوا الكابويا قلت لكم ليه ليه الطيب، والجزر كنت قطعته رقيق طاب لي فاسيلمون، سورتو لكان الجزر تاعنا طري وشرينا الحبات شابين وطريين. هذا العصير ما تستغناوش عليه مادام راهو وقت الكابويا، صحي صحي جدا. اخطونا من العصائر هذوك اللي يتباعوا برا ليهم معمرين بال لي برودوي شيميك فيهم لي كونسيرفاتور، هذوك ماشي ملاح للصحه. لهنا واش ندير؟ نجيب نديرها هاد الخضره نديرها في لو بلاندر، نرحيها ونعاود ندير لها المقادير الاخرى. بسم الله، نحبط الخضره ديالي غير بالعقل باش ما يحرقنيش هاد الماء، ونرحي العصير ديالي. بعد ما نرحيهم نضيف المقادير الاخرى. لهنايا كي طيبوا هذا العصير، كي ديروا هذا العصير يطيب خلوه يبرد، ما ديروهش ديريكتومون في البلندر تاعكم باش تحافظوا على البلندر ديالكم ما يتحرق لكمش. ندير العصير نخليه يبرد شويه باش نضيف له العصير تاع البرتقال، كاس عصير برتقال. على بالي كامل راكم مخبيين عصير البرتقال في الكونجيلاتور كي كانت رخيصه، شفتو منها. ونضيف الحبه تاع الياوخت بعد ما يبرد لي شويه، انا لهنايا ما عنديش الوقت حندير الحبه تاع الياوخت. نتوما خلوه يبرد، ضيفوا الياوخت والعصير ومن بعد ضيفوا الباقي تاع الماء ديالكم. الا جاكم ثقيل تقدروا تزيدوا الماء مره اخرى. ناخذ اتصال. الو
الو. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كيفك يا شاب ناديه؟ صافا الحمد لله السوال عليكم. صحه عيدك. عيدك بالصحه، كل عام تيا بخير ان شاء الله. تحيه مات سعاي. راكي منوره الشاشه. منوره بك يا حبيبتي. صافا راكم كاع بخير. لاباس عليك الخير وانتيا. الو. 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 تفضلي نسمع فيك. الاطباق اللي درتيهم اليوم ما شاء الله وكنت نقارع لهم. هاي الحمد لله. هاي جوستو انا لقيت الطلبات تاعكم في الصفحه في الفيسبوك، سي بوغ سا حاولت ندير هذا الطبق لنهار اليوم. كاش ما كي حابه طلب اخر كاش وصفه؟ ما غير راكم كيما قلتوا مكفيين وموفيين. صافي كاع الاطباق اللي درتوهم ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله يا ربي. انت ياكش ما عندك طلب كش ما كي حابه؟ والله غير سورتو هذه الكابويه، والله كشغل ما نقدر احنا ما نعرفوش نديرو بها. صافي كي درتي لنا هذو الاطباق ما شاء الله نتعلموا معك. ايه فوالا قلت لك حنا كيس ما نعرفوها، شغل تجي غير في الطعام ولا نديروها في لاسوب. بصح انا حاولت ندير بها اطباق باش نستفادوا منها في حوايج واحد اخرين. اكيد سمعي فيا. ايه سورتو لي جو، سورتو هذاك الجو ما شاء الله. فوالا جو صحي. انا مغاري ندير لهم جو تاع زروديه وحدها. لا لا زيدي لها الكابويه وليها وقت حتجي بزاف. الكابويه نسيو نشوفوا كيفاش الكو تاعها. ان شاء الله ان شاء الله. سييها وما حاش ندمي على هذه الوصفه، وشنو خليه يبرد مليح باش تكونسوميوه. ايه بارك الله فيك ربي يحفظك. فيكي بركه، شكرا تعيشي. عندك اهداء انا حاسه. لا لا. غير تفضلي. تحياتي كاع لوليداتي فرح اسامه عبد الرحمن وكاع العائله. ان شاء الله يكونوا كامل سمعوا الاهداء ديالك. حظك وسمعنا ماماك. يعيشك يبلغ سؤالك ان شاء الله. على زهره قلنا لك وقولي لها توحشناك. يبلغ نوجهوا لها التحيه من هذا المنبر زهره. يسلمك صح. يعيشك يعطيك الصحه. صحه بسلام. سلامه. لهنايا نكمل نرحي العصير ديالي بعد ما زدت له عصير البرتقال. وزدت له الياوخت ديالي، اللون تاعو حيجي بزاف شباب كي نديرو له الياوخت. العصير تاعي راهو واجد، قلت لكم نضيفو نضيفلو الماء اللي قعد لي مقبل. هاد العصير لازم يبرد. لهنايا يبرد مليح باش نقدرو نكونسوميوه، ما تشربوهش هكا سخون راهو رايح يضر لكم الصحة ديالكم. المعجون تاعي راهو يطيب. لهنا المعجون تاع الكابويه نقصوا له النار وخلوه يطيب. انا مانيش نقصت له النار باش يطيب لي، باش نوري لكم النتيجه اللي تحصلت عليها. ومن بعدها نتوما نقصوا لها باش ما تحمر لكمش، والكابويه بعد ما طيب حتولي تلصق لكم لتحت في لو فون تاع القدره. واش ندير المعجون؟ قلت لكم دائما طيبوه في حاجه ثقيله. الرغوه اللي تتشكل لي لهنايا في لي كوتي نحاول نحيها باش ما يقراصليش المعجون ديالي. واش ندير هنايا؟ نروح للكابويه اللي درتها لداخل في المارق، ندير فيها لا طابت لي لهنا ودخلها طياب. لهنا ما تحقاش طيبه بزاف حتى تحرحر لي باش نزين بها الطبق ديالي. ندير نجيب صحن ونحيها به. هاكو تشوفوا تمتم طابت، على بالكم كابويه ما فيهاش الروح، ما نخليهاش حتى تتحرحر لي. هنايا نضيف الكابويه اللي كنت قطعتها قطع صغيره. لهنا لا حبيتوا تضيفوا الحميصه للطعام ديالكم، على بالي نحبوا كامل الطعام بالحميصه. سبحان قلت لكم خيرت ندير الوصفه كيما عطاوها لي وحده تكون في واتسو. انا يا مانيش نقول بلي هاد الطعام تاع الناس واتسوف ولا بسكرا، على بالي الجزائر متعدده الحضارات.
دابينا قدكم تعيطوا لنا وتقولوا لنا نتوما كاع منين وتعطونا الوصفات ديالكم. دير هذا العصير يبرد، ندير هذا الكابويه تاعي الطيب لهنا. هاد الطعام ما نسحقش فيه مرق بزاف، نرمي الحبات تاع الحار يطيبوا ونرد الكسكس تاعي نخليه يفور لهنا. يا مبقالو شوي فور لي، بعد ما يفور ندهنو بشويه زبده، ومن بعد واش ندير؟ نحي هذاك اللحم تاعي من المرق ونحكم فرشيطه ولا ملعقه ونعبز على هذيك الكابويه، ما نخليهاش قطع، لازم تجيني مرحيه مرحيه، ماشي معناتها مرحيه كامل، غير بالمغرف ولا بالفرشيطه نكخازيها شويه باش المرق هذاك يجيني ثقيل. هذا الكسكس ما يسحقش مرق بزاف. نعاود نولي للمعجون، نحيلو الرغوه هذه اللي تتشكل لي من الفوق. وقتاش نعرفوا المعجون تاعنا باللي راهو واجد؟ كي ندخلوا الموس في المغسو هذاك نلقاوه دخلنا فاتيمه واللي في الخضره تاعنا طابت. ناخذ اتصال. الو الو. شات نادية. نعم تفضلي، اهلا بك حبيبتي. واش راك ياكي مليحه؟ اه الحمد لله، السؤال عليكم. راكي منوره الساسه. يعيشك، منوره بك حبيبتي. يسلمك يسلمك. عجبتني بزاف لاصاق اللي جبتيها، الشوكولا هذيك عجبتكم كامل؟ ايه ان شاء الله نحاول دائما ندير لكم ان غاتو دانيفيرسير. درينا بيتزا. بيتزا كنت درت وصفات تاع بيتزا، بصح نعاود لكم مره اخرى وصفات اخرى تاع البيتزا ان شاء الله. وربي يعاونك يعطيك الصحه. يعيشك شكرا. انت ما عندك اقتراح؟ كي تقيم مع راسكم دايرين كلش. شكرا تعيشي يعطيك الصحة. يسلمك صح، ربي يعاونك. شكرا على الاتصال، تعيشي بسلامة. مع السلامة. فيما يخص البيتزا انا كنت درت لكم دو غوسيت باش تستفادوا منهم البيتزات اخرى، نحاول نزيد لكم وصفات اخرى باش تزيدوا تستفادوا منهم، سورتو راهو الصيف نسحقوا وصفات تاع لي سالي ولا تاع لي بيتزا. كابويا تاعي راهي طابت، قلت لكم كابويا ما فيهاش الروح، شوفوا اللون تاعها تبدل والفرشيطه راهي تدخل لي فاتيلمو وراهي بدات تتعسل من هذاك لو سيرو. نكمل نخليها طيب، نحي الطعام تاعي نضيف له شويه تاع سخون. انا نشوف بلي لازم يتكل سخون، يترافق بملخه سخون. الله الله، قلت لكم هذا الطعام يتكل بالحر مرقد، ما نسحقش مرقه كبيره فيه. واش نسحق؟ هذا المارق نحي منه اللحم تاعي ونحاول نعبز على هذيك الكابويه نردها كوم اون بيغي، ما نرحيهاش نعبز عليها برك، وهذاك المارق اللي نتحصل عليه ثقيل نسقيه فوق هذاك الطعام ونولي ناكل بهذيك الكابويه اللي حطيتها من الفوق. الطعام تاعي نزينو بطرف تاع الكابويه لهنا، نزيد شويه زبده، انا نحب الزبده في الطعام كما نقولوا يجوز وحده. المرق تاعي راهو قريب يوجد، المعجون تاعي راهو قريب يوجد، العصير راهو واجد. شو ندير هنايا؟
اشاك فوا خدكم نيكومي هاد الرغاوي. هاد الرغاوي ما يخلولكمش المعجون يشد في الوقت، كي تنحوهم يقدر المعجون يقعد لكم حتى العام الا تبعتوا الطريقه. قلت لكم هاد المغرف اشاك فوا شلوها، ما تخلوهاش في الهواء، كي نخلوها هكا في الهواء راح يتشكلوا فيها ديجا ميكروبات. نعاودوا ندخلوهم للمعجون، حنا كي نحاولوا نحتفظوا به راهو رايح يخسر لنا، حنا نقولوا على خسر لنا المعجون. حبات تاع الكابويه تاعي راهم تعسلوا، راهم يشهوا، راكم تشوفوا فيهم لهنا اللون تاعها يتبدل شويه، تعرفوا باللي طابت. الا حبيتوه مرحي واش ديروا، حكموه ورحوه. الا حبيتوه انا نحبو هكا قطع قطع، نخليه هكا ونخليلو صيغو اللي يمشي معاه. صيغو على حسب ما تحبوه نتوما، سواء عقد سواء شويه خفيف. نكمل نحضر الاطباق تاعي، نوجدهم لكم في طاوله التقديم، ونتلاقاو بعد قليل. رجعت لكم بهذا الاطباق الشهيه، منو تقليدي محض خضر موسميه، نستفادوا منها، السعر تاعها بزاف رخيص. على بالي مازال عندكم شويه لحم في الكونجيلاتور، رافقوه لهذا الطبق. هاكم تشوفوا طريقه التزيين اللي اعتمدتها انايا. الحبه تاع الكابويه تاعي ما رميتهاش، حكمتها حفرتها، استفدت من الكابويه اللي فيها الداخل، وهي استعملتها كطبق منه كما نقولوا منه ليه، زيتنا في دقيقنا كما نقولوا، رافقت فيه الطعام. الطرف تاع اللحم الكابويه قلت لكم نكخازيها بالمغرف ولا بالفرشيطه، نحطها هكا من الفوق، وهذا الطعام يتكل بالكابويه ماشي بالمرق. بصح على بالي حنا نحبوا المرق، كنت خليت شويه مرق مع شويه طرف تاع الكابويه باش اللي يحب يسقي يسقي به هذا الطعام الشهي والزكي. معجون الكابويه راهو واجد يشهي مع السل شباب، اللون تاعو راكم تشوفوا فيه محمر لي ما والو، نقصوا له طيبوه كما قلت لكم انايا، يجيكم واحد لاكولور شهيه جدا. عصير اليقطين الصحي راهو واجد، جوست خلوه نتوما يبرد لكم بزاف، ولا رافقوه بدي كلاصون. لو منو تاعي تاع النهار اليوم راهو واجد، ان شاء الله يعجبكم وتعجبكم الوصفات اللي قدمتها اليوم، وتسيوهم وتنجح لكم، وتتصلوا بيا وتقولوا لي باللي نجحت لكم الوصفه. نجوزوا للقرعه ديالنا المحظوظين الحظ اليوم، لانها اليوم معنا عندنا يمينة من مستغانم كوفري تك وود. يمينة من مستغانم فازت كوفري تك وود. نروحوا لدوزيام كادو تاعنا.